أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله الطيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، نحييكم من رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم أول لقاءات الأسبوع الثقافي الذي تقيمه وزارة الأوقاف بمسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه، برعاية كريمة من معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة. أيها الأحبة، كل عام وأنتم بكل الخير بمناسبة قدوم شهر ربيع الأول، شهر مولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي جاء فملأ الدنيا أمناً وأماناً وسلاماً ووئاماً. جاء حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم ففرحت الدنيا كلها بمولده صلى الله عليه وسلم. فصلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله. ومن حسن الطالع أن يأتي هذا الأسبوع الثقافي في بداية أيام شهر ربيع الأول، فاليوم هو الثاني من شهر ربيع الأول، شهر مولد حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله. أيها الأحبة، لقاء اليوم يدور حول موضوع من الموضوعات الهامة، وحسناً دائماً تفعل وزارة الأوقاف عندما تتخير الموضوعات الهامة التي يتحدث فيها علماؤنا الأجلاء. لقاء اليوم يدور حول عالمية الرسالة المحمدية، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ويحدثنا في هذا الموضوع من السادة العلماء فضيلة العالم الجليل فضيلة الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وفضيلة العالم الجليل فضيلة الدكتور خالد صلاح الدين علي، مدير مديرية أوقاف القاهرة، وكيل وزارة الأوقاف. أيها الأحبة، كما أرى أمامي امتلأ مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه برواده الذين جاءوا للاستماع إلى القرآن الكريم، إلى كلمات العلم من علمائنا الأجلاء، إلى الدعاء، إلى الابتهال، جاءوا ليتزودوا بالثقافة في هذا اللقاء الدعوي الثقافي. فيحضر معنا جمع غفير من رواد مسجد مولانا الإمام الحسين، من محبي آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم،
ومن محبي العلم والثقافة، كما يحضر معنا كوكبة من قادة ومفكري وزارة الأوقاف، يتقدمهم فضيلة الدكتور محمود خليل سيد وكيل مديرية أوقاف القاهرة، وفضيلة الدكتور سعيد حامد مبروك مدير الدعوة بمديرية أوقاف القاهرة، فضيلة الدكتور منتصف محمود عبد المهيمن مدير الإدارات بمديرية أوقاف القاهرة، فضيلة الشيخ أحمد محمود محمد علي مدير عام إدارة أوقاف وسط القاهرة. كما نتوجه بخالص الشكر إلى جميع العاملين بمسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه على حسن التنظيم وعلى حسن الاستقبال، تحية لفضيلة الدكتور مصطفى عبد السلام محمد إمام وخطيب مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه. أيها الأحبة، دوما العالم الجليل فضيلة الشيخ خالد الجندي دوما يؤثر من يجلس معه على المنصة على نفسه، فيقدمه دوما. فاستجابة لرغبة عالمنا الجليل فضيلة الشيخ خالد الجندي، سوف نبدأ هذا اللقاء. أيضا يحضر معنا هذا اللقاء الدعوي الثقافي العديد من القيادات في وزارة الأوقاف وفي مديريات الأوقاف ببلادنا الحبيبة مصر. يحضر معنا فضيلة الدكتور أبو بكر محمد مدير إدارة غرب القاهرة، مدير إدارة أوقاف غرب القاهرة. والحقيقة الكثير من السادة علماء وزارة الأوقاف والعديد من فئات مجتمعنا الحبيب مصر يحضرون هذا اللقاء. فكما قلت، أرى مسجد مولانا الإمام الحسين وقد امتلأ عن آخره برواده الذين جاءوا ليستمعوا إلى هذا اللقاء الدعوي الثقافي. وحسناً تفعل وزارة الأوقاف في تنظيم هذه الأسابيع الثقافية الدعوية، فالرجل المثقف يحافظ على نفسه ويحافظ على أهله ويحافظ على جيرانه ويحافظ على بلده ومجتمعه. فنشر الثقافة يعني نشر الوعي، نشر الفكر المستنير، يعني نشر السلام والوئام والتماسك والترابط. أيها الأحبة، نبدأ أولى كلمات العلم مع فضيلة العالم الجليل فضيلة الدكتور خالد صلاح الدين علي مدير مديرية أوقاف القاهرة وكيل وزارة الأوقاف، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فالشكر موصول لراعي هذا الحراك
العلمي الثقافي في ربوع جمهورية مصر العربية معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. والشكر موصول للعالم الجليل الصديق العزيز فضيلة الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية على حضوره وتشريفه لنا. والشكر موصول للصديق العزيز فضيلة الدكتور أحمد القاضي كبير المذيعين بإذاعة القرآن الكريم. والشكر موصول للزملاء من المديرين والأئمة الذين جاءوا وشرفونا في هذه الأمسية الدينية. والشكر موصول لكم جميعا على جلوسكم وحسن استماعكم. أدعو الله عز وجل بقلب خالص ونحن في بيته وبجوار صبط سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مولانا الإمام الحسين أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا مننا ولا بيننا ولا حولنا ولا في مصرنا شقيا ولا محروما. مشاهدينا الكرام، مستمعي الكرام، رسالة النبي صلى الله عليه وسلم رسالة عالمية لا يحدها مكان بعينه ولا يحويها زمان بعينه، إنما هي رسالة للناس كافة. فلا يخلو واقع الناس في حياتهم من حكم شرعي مقتبس منها، ولما لا، وهي رسالة عالمية جاءت لهداية البشر، لإخراجهم من ظلمات الشرك إلى نور الإيمان واليقين، جاءت لهداية الناس أجمعين على اختلاف أجناسهم وألوانهم ولغاتهم وعاداتهم وتقاليدهم، لأن الذي نطق بها هو الله. قال الله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. قال الإمام القرطبي رحمه الله، قال الله عز وجل العالمين ولم يقل العالم، لأن الله عز وجل أرسل النبي صلى الله عليه وسلم للإنس والجن، أرسل النبي إليهما رسولا ولهما نذيرا، فهي رسالة كما قلت اشتملت على المقومات والصفات والقيم والمبادئ التي تضمن لها ذلك، أي تضمن لها العالمية، لأن الذي أوحاها إلى سيدنا رسول الله هو الله. فهي شريعة صالحة، رسالة صالحة لكل زمان ومكان. قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس، وقال: إن هو إلا ذكرى للعالمين، وما هو إلا ذكر للعالمين، ذكر للإنس والجن، رسالة عالمية، رحمة كلها، عدل كلها، سماحة كلها،
وأضرب لحضراتكم مثالا على ذلك. كلنا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج من مكة بعد أن أوذي وبعد أن حوصر واستولي على بيته وعلى ماله ومن معه من المسلمين، ثم بعد أن مكن الله عز وجل له وذهب وخرج من المدينة المنورة إلى مكة المطهرة المكرمة حفظها الله ورعاها بجيش كبير لا تستطيع أو لا يستطيع أهل مكة أن يقاوموه. لما كانت له المكنة وتمكن من أهل مكة قال لأهلها: ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ وهم يعلمون يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يفعل بهم شيئا، لن التي تفيد النفي، لأنهم عايشوا النبي صلى الله عليه وسلم في طفولته وفي شبابه، يعلمون خلاله ويعلمون صفاته. ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. وهو الذي قال لأحد قادته حينما قال: اليوم يوم الملحمة، قال: لا، اليوم يوم المرحمة، لأن الذي أوحى إليه وأرسله هو الله، والله أوصاه بقوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، رحمة للإنس والجن والحيوان والطير والجماد. ألم يسبح الحصى في كف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألم يئن يبكي الجذع لفراق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم له؟ ألم يهتز الجبل احتراما وإجلالا لسيدنا رسول الله، كما جاء في الحديث: أثبت أحد فإن عليك نبي وصديق وشهيدان صلى الله عليه وسلم. إذن هي رسالة عالمية، رحمة كلها، عدل كلها، سماحة كلها، اشتملت على جملة من القيم والمبادئ لو تخلق بها الناس لما رأينا في عالمنا هذا لا حرب ولا قتال ولا خصام ولا قطيعة. صلى الله عليه وسلم ربى أصحابه صلى الله عليه وسلم على مكارم الأخلاق، على محاسن الأخلاق، بل دعا الناس جميعا إلى ذلك. صلى الله عليه وسلم هي شريعة عالمية جاءت لرعاية مصالح العباد ونشر القيم النبيلة بينهم. أسأل الله عز وجل بقلب خالص ونحن في هذه الليلة المباركة أن يجملنا بمحاسن الأخلاق وأن يزيننا بمحاسن الأخلاق وأن يرحم شيخنا وزميلنا فضيلة الشيخ جمال عبد الناصر رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكركم على حسن استماعكم وإنصاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
كانت هذه الكلمة الطيبة الرائعة المباركة من فضيلة العالم الجليل فضيلة الدكتور خالد صلاح الدين علي، مدير مديرية أوقاف القاهرة، وكيل وزارة الأوقاف. وكانت أولى كلمات العلم في هذا اللقاء الدعوي الثقافي الذي تنظمه وزارة الأوقاف في رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، برعاية كريمة من معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة. وكما استمعتم، ليلة كريمة مباركة، وكيف لا، وهي الليلة الثالثة من ليالي شهر ربيع الأول، شهر مولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي جاء فقاد سفينة العالم الحائرة بين عبادة الأصنام والأوثان وعبادة النجوم والكواكب وعبادة الأفراد. جاء الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فقاد سفينة العالم الحائرة إلى شاطئ الله رب العالمين. سعدت ببعثة أحمد الأزمان، وتعطرت بعبيره الأكوان، والشرك أنذر بالنهاية عندما جاء البشير وأشرق الإيمان. صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله. ما زلنا وإياكم في هذا اللقاء الدعوي الثقافي في أول أيام الأسبوع الثقافي الذي تقيمه وزارة الأوقاف في رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. لقاء اليوم كما استمعتم من فضيلة العالم الجليل فضيلة الدكتور خالد صلاح الدين علي، مدير مديرية أوقاف القاهرة، الذي حدثنا عن عالمية الرسالة المحمدية، وأيضا يحدثنا عالمنا الجليل فضيلة العالم الجليل فضيلة الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، يحدثنا أيضا عن عالمية الرسالة المحمدية، فليتفضل. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على نبينا وعلى عباده الذين اصطفى، وبعد، شكر الله من أحلنا هذا المقام، ونخص بالشكر فضيلة الأستاذ الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف على أن أعاد بيوت الله تبارك وتعالى إلى سابق سيرتها في هذا البلد المستضيء المعطاء لحلقات العلم وجلسات الذكر. وهذه المعاني الساميات المباركات للتحلق حول كتاب الله تبارك وتعالى. والحقيقة مهمتي الثقيلة في الحديث بعد أخي وأستاذي العزيز الشيخ خالد صلاح العلامة جزاه الله خير الجزاء، ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا صلاة على نبينا في الدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا صلاة تعطر بها ألسنتنا. اللهم اجعلنا من الذين يصلون على نبيك آناء الليل أطراف النهار. اللهم صل على نبيك في الأولين والآخرين والسابقين واللاحقين وفي كل وقت وحين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، سأبدأ من حيث انتهى فضيلة العلامة الكبير. المولى تبارك وتعالى في سورة الفاتحة في أول لقائك بالمصحف الشريف، تفتح المصحف تبدأ اللقاء بسورة الفاتحة،
اسمها الفاتحة، فاتحة كل خير، فاتحة كل بر، فاتحة كل بركة. فتجد أن الله تبارك وتعالى يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، كلمة يجب أن تتوقف عندها. بعض الناس يفهم أن معنى العالمين مثنى الدنيا والآخرة، المؤمنين والكافرين، السابقين واللاحقين، الأحياء والأموات، أهل الجنة. هذا كلام غير صحيح، هي ليست مثنى. أمال العالمين دي إيه؟ دي جمع، نعم جمع، مفردها إيه؟ عالم. يعني ما من شيء في هذا الوجود إلا والله ربه، لا يوجد أي استثناء في المسألة. فالمولى اختار لنفسه كلمة جمعت كل شيء، شملت كل شيء، وسعت كل شيء، أحاطت بكل شيء، فقال الحمد لله رب العالمين. ولو كانت هناك كلمة تفيد الجمع والشمول والإحاطة غير هذه الكلمة لذكرها الله عز وجل، إنما هذه الكلمة جامعة، مانعة، حاسمة، محيطة، شاملة لكل أنواع الموجودات. فكل ما سوى الله موجود، وكل ما سوى الله مخلوق، والله خالق لا شريك له. لذلك اختار كلمة الحمد لله رب العالمين. العجيب أن الله عز وجل يختار نفس الكلمة، نفس اللفظ، نفس الكلمة، نفس الجمع، ولكنه تعريفا برسول رب العالمين، فقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فإذا سألتك ما معنى الحمد لله رب العالمين، تقول لي الله رب كل شيء، فما من شيء إلا والله ربه. أقول لك وأيضا ما من شيء إلا وهو مرحوم برسول الله، فقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فوضعها للنبي كريمة عالية لتعرف عظمة وشخصية ورسالة هذا النبي الكريم. أكثر من ذلك، المولى تبارك وتعالى عندما ذكر العالمين ذكرها في مضمار ماذا؟ الربوبية. الحمد لله رب العالمين، الرب الخلق والإيجاد والإنشاء والتكوين والملك، الله رب كل هذا، إنما اختاره بالربوبية. والربوبية معناها إيه يا أخوانا؟ الربوبية تربية، الربوبية إيجاد من عدم، إعطاء من عجز. الربوبية كرم وعطاء ومن وفضل وتحنن وإحسان. الربوبية هي أن يبدأ الخلق ثم يعيده، الربوبية هي أن يربي خلقه بعظيم نعمه وبآياته وفضله، أليس كذلك؟ فاختار الربوبية لذاته فقال الحمد لله رب العالمين، واختار الرحمة لرسول الله فقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يبقى إذن الشيء الذي يريد الله عز وجل أن يربي الناس عليه هو أن الناس تفهم ما هو الرمز الذي يرمز إليه النبي. أصل خد بالك، النبي عليه الصلاة والسلام مبعوث، بعثه الله، أرسله الله لعدة وظائف لا تعد ولا تحصى. يعني تعال نعد مع بعض، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا، دي واحد، ومبشرا، أدي اثنين، ونذيرا، أدي ثلاثة، وداعيا إلى الله بإذنه، أدي أربعة، وسراجا، أدي خمسة، منيرا، أدي ستة. لا حلق، ما تصلوا عليه مال، اللهم صل وسلم وبارك عليه. كل هذه الوظائف هي من وظائف النبي، نعم، إنما إذا أردت أن تصف النبي عليه الصلاة والسلام صفه بما شئت، فكل صفات الحسن فيه تكتمل. إنما إذا أردت أن تعرف الصفة التي رشحها الله له فقل هي الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذن الرحمة الصفة التي اختارها الله لنبيه منفردة عن باقي الصفات. بس خد بالك بقى من حاجة عجيبة جدا،
لما جينا للمصطلحات القرآنية، المصطلحات القرآنية بتعكس أو بتديك مؤشر إلى اتجاه القرآن. يعني إيه أكتر كلمة بتتكرر في القرآن؟ إحصائيات الكلمة دي جت قد إيه؟ والكلمة دي جت قد إيه؟ والكلمة دي جت كم مرة؟ لقينا إن كلمة المؤمنون، المؤمنون دي حاجة عظيمة جدا، ربنا يجعلنا منهم، قولوا أمين، اللهم أمين يا رب. اتجت في القرآن كله كم مرة؟ 19 مرة في القرآن، في 30 جزء، في 60 حزب، في 240 ربع، في 6236 آية، 6236 آية، وجت كلمة المؤمنون، وجت كلمة المؤمنون 19 مرة، 19 مرة. طب كلمة المؤمنين بالياء، الأولانية بالواو، الثانية بالياء، بالياء جت 86 مرة، يبقى دي 19، المؤمنون 19، المؤمنين 86. ماشي، ركز معايا. طب تعالى لكلمة المسلمون وكلمة المسلمين. كلمة المسلمين اللي هم بقى أتباع الرسالة المحمدية، كلمة المسلمين جت 11 مرة. الله، ده الزاوية بتاعتنا بتضيق. دي كلمة المؤمنون، المؤمنون جت 19، المؤمنين جت 86، يبقى المفروض المسلمين أكتر، ده كتاب المسلمين. لا يا سيدنا، كلمة المسلمين جت 11 مرة في القرآن. حلو حلو. طب كلمة بقى المسلمون بالواو، اسمع دي بقى، مسلمون ده كتاب المسلمين، القرآن مش كتاب، مش هو ده اللي احنا عارفين كتاب المسلمين، وده نبي المسلمين عليه الصلاة والسلام. يبقى عدد كلمة المسلمون هتيجي بقى ايه؟ تخيل، قول اي رقم، قول، مش هتصدق اللي هتسمعه، بس عشان اقول لك واحد الله، قول لا اله الا الله. كلمة المسلمون جت في القرآن كله مرة واحدة، مرة واحدة، صل على الحبيب، مرة واحدة فقط جت كلمة المسلمون في القرآن الكريم كله مرة واحدة فقط. المسلمين جت 11 مرة، المؤمنين جت 86 مرة، المؤمنون جت 19 مرة. أرقام يعني عجيبة. ايه ده؟ ده كتاب المسلمين، فتيجي كلمة المسلمون مرة واحدة؟ لا، نقلب كمان عشان تاخد المفاجأة، المفاجأة اللي هتثبت لك موضوع المحاضرة اللي بنقولها دلوقت. كلمة الناس، كلمة ايه؟ الناس. كلمة الناس يا محترم جت في القرآن 190 مرة. يبقى القرآن نزل للمسلمين ولا للناس أجمعين؟ وحد رب العالمين. شفت الإحصائية عملت ايه؟ ظبطت الموضوع في دماغك، الموضوع دلوقتي انا شايفه وحاسس بيه انه ظبط في عقلك. الله، بقى معقول كلمة الناس؟ ايوة، كلمة الناس جت في القرآن 190 مرة، وكلمة المسلمون جت مرة واحدة. عرفت معنى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين؟ صلوا عليه. نعم نعم، فضل كبير. العجيب العجيب، أول سورة في القرآن، أول سورة في القرآن ما عملهاش حصر لينا احنا. يعني أنا متخيل، معلش يعني أدينا بنتأمل، طالما احنا المسلمين اللي أتباع لهذا الدين، يجي في أول المصحف يقول لك بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب المسلمين. لا، ما قالش كده، الرب العالمين. طب يلا بينا على آخر سورة في المصحف اللي هي ايه؟ الوصية الختامية يا عم الشيخ، الوصية الختامية، آخر كلمة القرآن بيقولها لك. الوصية الختامية في القرآن كانت سورة اسمها سورة ايه؟ الناس. يا الله، مفيش بقى يعني عنصرية ولا احنا وبس، واحنا وما فيش حد غيرنا، لا، الاسلام ده جاي للناس كافة،
الله 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 الله. أيوة، آخر سورة الوصية الختامية في المصحف اسمها سورة المسلمين؟ لا. سورة المؤمنين؟ لا. سورة الناس. تخيل، والله العظيم زي ما بقول لك. وعشان كده قال قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. شفت؟ من شر الوسواس الخناس. امشي معايا، امشي معايا. الذي يوسوس في صدور من الجنة. يبقى آخر كلمة في المصحف كلمة إيه؟ واحد رب الناس. اللهم صل على النبي. شيء عجيب، آخر كلمة في المصحف الشريف هي كلمة الناس. آخر كلمة، الكلمة التي انتهى المصحف فيها كلمة الناس. تصور، يبقى ده رسالة إيه؟ رسالة للمسلمين ولا للرسالة للناس أجمعين؟ عشان كده قال له يا أيها الناس إني رسول الله إليكم إيه؟ جميعا. يعني مش للناس وناس، لا، للناس كلها. ما تقفلش زاوية الرحمة. خد بالك، أنا أقول لك على حاجة لازم تفهم. هقول لك القصة أو الرحلة في دقائق، يا رب كده يلهمني وأقدر أختصرها لك. الإنسان أول ما خلقه الله في الجنة والنار، أول ما خلق الله سيدنا آدم في الجنة هو وزوجه، وأنزل من الجنة وأهبط عليه السلام، كان لازم ربنا يضع له الخبرات الجديدة التي سيتعلمها خارج هذا المضمار، خارج الجنة. وكان أول الدروس اللي خدها البشر كانت من غراب. الغراب، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءات أخيه. الإنسان اتعلم من الغراب إيه؟ أول الدروس البشرية اللي اتعلمها الإنسان كانت من طائر، كانت من طائر. يعني كان الإنسان معلوماته أقل من معلومات طائر قليل الحجم. إنما الإنسان اتعلم منه لزوم الستر، واتعلم منه ستر العورة، واتعلم منه الدفن، واتعلم منه أمور كثيرة جدا. واستمرت الرحلة البشرية، وبدأ الإنسان يتعلم من الحيوانات، وبعد كده اتعلم من الظواهر الطبيعية، فتعلم استخدام النار وإنضاج الطعام وإشعال النار. لما شاف الصواعق وشاف النار بالاحتكاك اللي بيحصل ما بين صخرتين، وبدأت الحضارة الإنسانية تتطور، واكتشف مضمار جديد من الطاقة، البخار والميكانيكا والتكنولوجي، وما زاد عن ذلك وما أكثر من ذلك. وبعدين المولى تبارك وتعالى لم يكتفي بذلك، إنما أعطى البشرية معلم جديد. المعلم الجديد اسمه إيه؟ الأنبياء والرسل. وكل الأنبياء والرسل جم في كورس تدريبي اجتماعي لكل طائفة من طوائف البشر. وتلاقي ربنا سبحانه وتعالى بعت كل نبي للقوم بتاعه بشكل مخصوص. وإلى ثمود أخاهم صالحة، وإلى مدين أخاهم شعيبة، وإلى عاد أخاهم هودة. يبقى ناس مبعوت لهم بشكل خاص في مهمة خاصة في دورة تدريبية خاصة، كلهم إلى ثمود أخاهم، إلى مدين أخاهم، إلى عاد أخاهم. إلا رسول الله قال له وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. شيء عجيب، ما اتبعتش لحد خاص. عشان كده بيتباهى حبيبنا صلى الله عليه وسلم ويقول وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. إذن النبي يمثل نقلة مختلفة. بعد الإنسان ما اتعلم من الكائنات والطيور، وتعلم من الظواهر الطبيعية، وتعلم من الأنبياء، ظهر نبي يعلم الإنسان حاجتين اتنين: المسؤولية والجزاء. المسؤولية والجزاء النبي علمهمنا في قانونين اتنين: لا مسؤولية بغير حرية، لا مسؤولية بغير حرية، ولا حرية بغير مسؤولية. اللي عنده ما عنده اللي عنده مسؤولية لابد أن يحاسب عليها طالما بيتمتع بالحرية. لذلك لقينا في الدين أي إنسان مكره على فعل شيء لا يعاقب عليه، لا إكره في الدين، لست عليهم بمسيطر. أفأنت تكره الناس؟ إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. كل إنسان مكره إلا من اضطر، غير باغ ولا عاد. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم. أي إنسان سلبت منه حرية الفعل لا يسأل عن شيء.
طب وأي إنسان عنده حرية الفعل سيسأل، وقفوهم إنهم مسؤولون. هكذا ربى النبي أصحابه صلى الله عليه وسلم. هل اكتفى النبي بتربية أصحابه على ذلك؟ أبدا. النبي كان عنده أصغر تجمع دولي ممكن تعرفه من خلال السيرة النبوية. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش عنده عرب بس، إنما من الروم كان عنده صهيب، من الحبشة كان عنده بلال، من الأقباط كان عنده مارية، من الفرس كان عنده سلمان. الله الله الله، من الأقباط ومن الفرس ومن الروم ومن الأحباش. نعم، سيدنا صهيب اللي النبي قال له ربحت البيع يا صهيب، ربح البيع صهيب. ستنا مارية أم ولد الوحيد اللي هو سيدنا إبراهيم عليه سلام الله. سيدنا بلال، سيدنا بلال ده حضرتك كان من الأحباش، كان من الحبشة، إنما وصلت به المكانة إلى إن النبي يشوفه في المنام بيسباقه في الجن، بيسباقه. إيه بلال؟ قال لهم كان النبي عادته كده يا أخوانا بعد ما يصلي الفجر مع أصحابه صلى الله عليه وسلم، يبص للصحابة ويقولهم ها من منكم اليوم رأى رؤيا فيقصها علينا، مين اللي شاف منام؟ فالصحابي ده يقول له أنا شفت منام كذا يا رسول الله، والنبي يؤول المنام له، ودوت يقول له يا رسول الله لقد رأيت في المنام كذا، يقول له فذاك كذا وكذا وكذا، أمر شرحه يطول. إنما افرض النبي ما لقاش ولا صحابي شاف منام، كان النبي يعمل إيه؟ كان يبص لهم يقول لهم ولكني رأيت الليلة رؤيا. الله الله، ما تصلي على الحبيب مال، ما احنا عاوزين إيه؟ نسمع ونعيش معاه. هنيئا لهذا الرعيل الأول، هذه الصحبة المباركة. أنا بقى شفت رؤيا. رؤيا ماذا رأيت يا رسول الله؟ قال لهم لقد رأيت بلالا يسبقني في الجنة. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه. إيه ده؟ إزاي الكلام ده؟ بصوا البعض يا للهول، إيه الكلام ده؟ انتظروا بلال، تعالى يا بلال ماذا تفعل أكثر مما أمرتك؟ قال له لما يا رسول الله؟ قال له يا بلال لقد رأيتك تسبقني في الجنة. قال له يا رسول الله والله لا أفعل شيئا أكثر مما أمرتني به غير أني لا أتوضأ وضوءا إلا وصليت لذلك الوضوء ركعتين. وحد الله. قال له بهذا سبقتني. فكان النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا بيوريها له ليه؟ من هقول لك بقى، أصلها مسؤولية. عشان تكون نبي، عشان يكون نبي قدوة للعالمين ونبراس للعالمين، محدش ينفع يسبقه، فبيديله لمبة حمراء، إشارة، مؤشر، خطر، خد بالك في واحد بيعمل حاجة زيادة أنت اللي تعملها. فما من أحد يستطيع أن يزيد عبادة على رسول الله أبدا. ولو حصل أن واحد زودها في عبادة يوريها للنبي، يقول له بص أهو عشان أنت تلحق دورك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم، بص بقى الحلاوة والطعامة، لا يتوضأ وضوءا إلا ويصلي ركعتين، فإذا سئل عنهما يقول هاتان الركعتان التي علمني إياهما بلال. وحد الله لا إله إلا الله. إيه التواضع الكريم ده؟ إيه العظمة دي؟ خد بالك النبي يدخل يلقى ناس بيعبدوا، يلقى اليهود بيصوموا عاشوراء. ليه؟ قالوا له أصل هذا اليوم أنجى الله فيه نبيه موسى فنحن نصوم. نحن أولى بموسى منكم، محدش يسبق الحبيب، محدش يسبق له. فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا أدب. اللهم صلي وسلم وبارك عليه. عندك يا سيدي سيدنا سلمان، سيدنا سلمان ده صاحب سيدنا سلمان الفارسي، ده صاحب المشورة بتاعة حفر الخندق عليه سلام الله ورضوانه. سيدنا سلمان ده كان أطول الصحابة عمرا، ابن الأسير بيقول لك إن عمره قرب 200 عام. سيدنا سلمان علشان تبقى فاهم، عشان تبقى عارف مين هو سيدنا سلمان رضي الله عنه، كان أمير ابن أمير، وكان مدللا وحيد أبويه، وكان بيعبد النار، كان أبوه بيرغمه على يجلس أمام النار ويعبد النار. ولكن سيدنا سلمان أخذ يفكر، سيدنا سلمان أخذ يفكر وهرب من والدي باختصار شديد عشان ما طولش عليكم، وذهب إلى تلاميذ حواري عيسى، سيدنا عيسى ابن مريم. أنت متخيل؟ يعني إذا سيدنا سلمان قابل تلاميذ
المسيح عليه السلام. وتصور سيدنا سلمان تربى على أيدي علماء وعلى أيدي أحبار وعلى أيدي رجال لأديان أخرى، إلى أن ثبت واستقر يسمع في كل مكان يذهب إليه أمارات النبي وعلامات النبي كل مكان. ما انت واخد بالك ان ربنا بيقول ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل، يعني في التوراة مذكور الصفة وفي الانجيل مذكور الصفة. فكل ما سيدنا سلمان يروح لشيخ من مشايخهم او عالم من علمائهم او حبر من احبارهم او راهب من رهبانهم يسمع صفات الحبيب النبي محمد اللهم صل عليه، فيمشي يقول لك الصحابي الباحث عن الحقيقة أخذ يبحث عنه ذات اليمين وذات اليسار لحد ما راح إلى اليمن وأخذ وعلم أن هناك قافلة ستذهب إلى الحجاز. هو يريد أن يذهب إلى هناك لأنه يسمع أن النبي المنتظر نبي آخر الزمان سيبعث في هذا المكان، فطلب من إحدى القبائل أن يأخذوه معهم. المهم هذا الرجل أخذ كما أخذ يوسف عليه السلام، يعني أسروه بضاعة حولوه إلى عبد وباعوه كما يباع العبيد لأحد اليهود بالمدينة المنورة. ورغم ذلك لم يقاوم سلمان لأن في رأسه خطة أن يقابل سيد أهل الزمان صلى الله عليه وسلم، وأخذ ينتظر مبعث النبي إلى أن سمع وهو في أعلى النخلة كان يقوم بتأبير نخلة من نخلات سيده اليهودي، وهو في أعلى النخلة سمع اليهودي يتحدث عن هجرة النبي إلى يثرب التي كان اسمها يثرب إلى المدينة المنورة عطرها الله ونورها الله وشرفها الله ورزقنا فيها زيارة إلى نبيه الأول أمين. ولا سمع سلمان اهتز من فوق النخلة يقول فوقعت على صاحبي من فوق النخلة، راح واقع من فوق النخلة على دماغ هذا اليهودي وجرى إلى النبي. ماذا رأى؟ هنيئا لك يا سلمان، سلمان الفارسي يقول فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بين أصحابه يعظهم ويسمعونه يأمرهم فيطيعونه وقد تحلقوا حوله وخفضوا رؤوسهم إجلالا له، فأخذت أدور حوله وأنظر إليه وأتأمل في ملامحه، فنظر إلي النبي و رفع الرداء من على رقبته الشريفة ليظهر ظهره الشريف عليه خاتم النبوة المبارك المشرف، ونظر إلى سلمان وقال لكأني أراك تريد أن تنظر إلى هذا. فنظر سلمان يقول فانكببت على ظهر النبي أقبلها، فاحتضنني النبي وقال له يا سلمان قص عليهم أمرك، وقالها النبي كلمة مدوية إلى يوم الدين، قال سلمان منا آل البيت. هنيئا لك يا سلمان في هذا الشرف العظيم. يعني معنى ذلك إن هذه العالمية التي كانت فيها الرسالة المحمدية لم تتأخر عن ضم سلمان الفارسي إلى آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصهيب وماريا القبطية وبلال الحبشي. هذه هي الرسالة المباركة التي تركها لنا رسول الله كما يقول ابن مسعود، كما يقول ابن مسعود وألقي حتى في الجمادات حبه، فكانت لإلقاء السلام له تهدى وفارق جزعا كان يخطب عنده، فأن أنين الأم استجد الفقد يحن إليه الجزع يا قوم هكذا، أما نحن أولى أن نحن له وجدا، إذا كان جزعا لم يطق بعد ساعة فكيف بالله عليكم نطيق له بعدا. اللهم احشرنا تحت لوائه، اللهم احشرنا تحت لوائه، اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم ببركة نبيك احفظ مصرنا، اللهم احفظ مصرنا، اللهم احفظ رئيسنا، اللهم احفظ جيشنا، اللهم احفظ شعبنا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، واجعلنا من أحباب نبيك المصطفى في الدنيا والآخرة، وصل اللهم وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم. الله يفتح عليك يا مولانا. هكذا أيها الإخوة المؤمنون
استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة المباركة من فضيلة العالم الجليل فضيلة الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والتي حدثنا فيها عن عالمية الرسالة المحمدية. ونحن ننقل لحضراتكم هذا اللقاء الدعوي الثقافي في أول أيام الأسبوع الثقافي الذي تنظمه وزارة الأوقاف برعاية كريمة من معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، في رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. أيها الأحبة، دار لقاء اليوم حول موضوع عالمية الرسالة المحمدية، وحدثنا في هذا الموضوع علمان وعالمان من علماء الدعوة الإسلامية في بلادنا الحبيبة مصر، فضيلة الدكتور العالم الجليل فضيلة الدكتور خالد صلاح الدين علي، مدير مديرية أوقاف القاهرة وكيل وزارة الأوقاف، وفضيلة العالم الجليل فضيلة الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. وحضر معنا هذا اللقاء كوكبة من قادة وعلماء ومفكري وزارة الأوقاف، تقدمهم فضيلة الدكتور محمود خليل سيد وكيل مديرية أوقاف القاهرة، فضيلة الدكتور سعيد حامد مبروك مدير الدعوة بمديرية أوقاف القاهرة، فضيلة الدكتور منتصف محمود عبد المهيمن مدير الإدارات بمديرية أوقاف القاهرة، فضيلة الشيخ أحمد محمود محمد علي مدير عام إدارة أوقاف وسط القاهرة، فضيلة الشيخ أبو بكر أحمد مدير إدارة أوقاف غرب القاهرة. كل التحية لجميع العاملين بمسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه على حسن التنظيم وحسن الاستقبال. تحية إلى فضيلة الدكتور الشيخ مصطفى عبد السلام محمد إمام وخطيب مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. أيها الأحبة، كل عام وأنتم بخير بمناسبة قدوم شهر ربيع الأول، شهر مولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. يا خير مخلوق وأفضل مرسل وشفيع قوم أذنبوا وأساءوا، أنوارك العظمى إذا ما أشرقت يوم القيامة فالورى سعداء. غدا بمشيئة الله تعالى يتجدد اللقاء، حتى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.